نبدأ مع فقرتنا الطبية من جديد. قد يكون من الصعب التنفس عبر أنفك إذا كنت مصابا بالتهاب الجيوب الأنفية، فعادة ما يحدث التهاب الجيوب الأنفية الحاد بسبب نزلات البرد، ما يؤدي إلى تورم والتهاب المساحات الموجودة داخل الأنف، ويسبب أيضا تورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه والشعور بالآلام في الوجه أو الصداع. فما هي طرق علاجه وكيف يمكن الوقاية منه؟ للمزيد ينضم إلينا من جدة الدكتور محمد زهران، استشاري جراحات الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمناظير وتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه وكذلك الشعور بألام في الوجه أو الصداع. دكتور أهلا بك، يعني بداية هذه يعني الأعراض التي ذكرتها الزميلة مروة، هل يمكن أن لا تأتي إلى الإنسان في حال أخذ الاحتياطات والوقاية من هذه الأمراض أو هذه الأعراض، وبالتالي كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بكم بالسادة والسيدات المشاهدين الكرام، وأتشرف بالتواجد معكم في هذا الصباح الجميل. حياك الله. بالتأكيد يا أهلا. بالتأكيد الالتهابات الحادة والمزمنة بالجيوب الأنفية تعتبر من المشاكل ذات التأثير الكبير على الحياة اليومية للأشخاص المصابين بها. نعم. ولها تراكمات طبعا على نوعية الحياة، نوعية طبعا تأثيرها على النوم، على أداء الإنتاجية في الدراسة وفي العمل كذلك. لما تتميز به الأعراض هذه من 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 تأثير مباشر على نوعية الحياة. طبعا معظم الأعراض اللي حقت التهابات الجيوب الأنفية تكون انسداد الأنف وطبعا الإفرازات الأنفية أو الخلف أنفية، واللي تصاحبها طبعا كحة مزمنة أو شديدة في التهابات الحادة، وبالتأكيد هذه بتصاحب معها ضعف حاسة الشم وكذلك الصداع وألام الوجه المزمنة، وفي الحالات المزمنة برضو تصاحب بوجود الرائحة الكريهة في الأنف أو الفم. فهي طبعا ذات تأثيرات سيئة وشديدة على حياة اليومية للشخص. هل 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 من طريقة للوقاية منها دكتور، ولا أنه المريض بالجيوب الأنفية لازم يصاب كل سنة، هذا فرض واجب عليه؟ لا، هو بالتأكيد في طرق الوقاية طبعا احنا ننصح كبداية الحقيقة أنه المريض المصاب يلتزم الراحة، وننصح أنه يبتعد عن مخالطة الأصحاء قدر الإمكان، بالذات في الطرق اللي هي متعارف عليها أنه هي عن قرب رذاذ العطاس أو اللعاب اللي خارج من الفم. طبعا هذه عن قرب هي طرق العدوى في الالتهابات الحادة. ننصح طبعا المريض بالابتعاد عن المرض الصحاء، وفي نفس الوقت طبعا أخذ العلاج. في نفس الوقت طبعا المرضى اللي عندهم مشاكل مزمنة وعوامل تؤدي للالتهاب المزمن كوجود اللحميات أو وجود اعوجاجات في الحاجز الأنفي، وجود التهابات متكررة في الجيوب الأنفية، هذا المرضى المفترض أنه هم يعني يأخذوا علاجاتهم، لأنه وجود التهاب حاد فوق الالتهاب المزمن بيكون أشد وأسوأ في الحالات المرضى اللي عندهم التهابات. طيب دكتور، ذكرت عدة أنواع من التهاب الجيوب الأنفية، خليني بس أسألك عن هذه النقطة، تختلف سواء كانت حاد أو مزمن أو غيرها من الالتهابات، كيف تحدث الإصابة سواء عدوى فيروسية أم بكتيرية أم فقط ردة فعل تحسسية؟ جميل. طبعا هي نسميها يعني ملتي فاكتوريال، عوامل متعددة بيختلف من شخص للتاني، لكن إجمالا وجود عوامل نسميها يعني ذات قابلية لعمل التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، هي اللي بتسبب ضيق في مجرى النفس، مثلا اعوجاج الحاجز الأنفي الشديد، وجود لحميات في عند الأطفال، وجود حساسية شديدة، المدخنين، العوامل، الناس اللي بيتعرضوا لكيميكالز في أماكن أعمالهم وما بياخذوا الحماية الكافية، كل هذه عوامل تأثر على أغشية مخاطية للأنف وبتؤدي طبعا إلى ضعف التهوية في مناطق الجيوب الأنفية وانسدادها، وبالتالي
تكوين الالتهابات المزمنة. طيب دكتور، غير الراحة متى نستطيع أن نقول هذا الشخص يجب أن يجرى له عملية أو يقطع إلى جراحة؟ طبعا أي بالتأكيد، هو طبعا القاعدة الطبية الأساسية، طالما ما في وجود مضاعفات العلاج يكون طبي تحفظي. بنبدأ بالعلاجات اللي هي طبعا بخاخات الأنف مع بعض القطرات الفاتحة للأنف. نعم. لفترات قصيرة، وطبعا علاجات الحساسية في المرضى اللي عندهم حساسية، قد نلجأ للمضادات الحيوية وبعض مضادات الهستامين في بعض الحالات. إجمالا الحالات اللي يفشل العلاج التحفظي فيها لفترة يعني تتجاوز الستة أسابيع إلى ثلاثة شهور عملي. من وطبعا متأكد أن المريض بينتظم وبياخد علاجه. في الحالات دي طبعا بنعمل الأشعاعات المقطعية اللي بتثبت وجود التهاب مزمن وحاجتنا للتدخل الجراحي. طب دكتور، الأشخاص الذين يعانون من حساسية كما ذكرت، حساسية، هل حساسية الأسبرين قد تكون سببا في ظهور هذه المشكلة ويسهل علاجها بإعطاء أدوية للحساسية؟ وأيضا من يعانون من الربو، كيفية التعامل مع هذه الحالات؟ هي أمراض الحساسية بصفة عامة، يعني بالذات حساسية الأسبرين أو الربو، بيكون التعامل معها ذو خصوصية في التهابات الجيوب الأنفية، لأنه الحالات دي الجيوب الأنفية ذات تأثير شديد ومباشر على الصدر. الحساسية الأنفية بصفة عامة علاجاتها أسهل كثير من حساسية الأسبرين، وتدي نتيجة مباشرة على حساسية الصدر، لأنه المجرى التنفس العلوي إذا كان فيه التهابات، صديد متكرر، إفرازات متكررة، بالتأكيد بتأثر على مجرى التنفس السفلي وبتخلي نزلات الربو أشد وذات تكرار أسرع وأقل. دكتور أرجو أن تبقى معي، سنذهب إلى أسئلة المشاهدين، هذه أسئلة عامة والإجابة عليها باختصار إذا سمحت. نأخذ الأسئلة. سامح، صباح الخير دكتور، كيف نعرف وجع الرأس إذا كان من الجيوب الأنفية أو من الشقيقة؟ أيضا ما سبب تثاؤب مع سبب تثاؤب المستمر؟ هل الجيوب الأنفية لها تأثير على حاسة الشم في حال فقدان هذه الحاسة أو عدم شم شيء؟ طيب تفضل، ثلاث أسئلة في سؤال واحد. طبعا أي صحيح، تفضل. الصداع بصفة عامة الخاص بالجيوب الأنفية أو عادة شقيقة يكون في منطقة الجبهة والوجنتين. أيوة، لا أنا بعمل يعني بدي الاختلاف بين الشقيقة والتهابات الجيوب الأنفية. الشقيقة، خلينا نبدأ بالشقيقة أول. الشقيقة هو مرض إحنا طبعا نشخصه باستبعاد جميع الأسباب اللي ممكن تسبب صداع من هذا النوع. عادة يكون نصفي في منطقة يا الشق الأيمن من الرأس يا الشق الأيسر من الرأس، مصحوب بأعراض زي غثيان، وطبعا ممكن نسميه الفوتوفوبيا اللي هي يعني التأثر من الضوء بالنسبة للعيون، وبيكون بعض الأحيان مع دوار. الصداع ده شديد وما بيستجيب للأدوية المعتاد أخذها زي الـ يعني المشقات الباراسيتامول وال نعم يعني الأدوية المشابهة. طيب. إنما التهاب الجيوب الأنفية عادة يكون في منطقة الوجنتين وفي جهتين في الرأس والجبهة، بيزيد مع الانحناء الأمام زي وقت السجود أو الركوع. المريض عادة بيشكي إنه هو عنده باختصار دكتور إذا سمحت. نعم. جميل، يعني هذه طبعا الفروقات الأساسية. سبب التثاؤب المستمر، هل في تثاؤب مستمر؟ طبعا الجيوب الأنفية قد تأثر وبالتأكيد يعني في الحالة الشديدة على طبيعة الحياة بالنسبة للنوم، فالمريض بيحس بخمول وتعب لأنه ما بينام مرتاح. السؤال الشقة الثالث، هل حاسة الشم تأثر؟ طبعا بالتأكيد بعض التهابات الجيوب الأنفية اللي هي بتكون معها لحميات. طيب. بتأثر على حاسة الشم لأنه بتسد مجرى الأعصاب حقت الشم. طيب خلينا نشوف استفسار آخر، هل الغبار له تأثير على الجيوب الأنفية دكتور؟ بالتأكيد بالتأكيد الغبار والحساسية لها تأثير كبير على الجيوب الأنفية.
طيب شكرا جزيلا لك دكتور محمد زهران استشاري جراحة الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمناظير. شكرا جزيلا لك دكتور على وجودك معنا.